جينا هنايا مع الإخوان على أساس اجتماع لتدارس الوضعية التي وصلت إلى أورة السلة، خصوصا بأن بعد إلغاء الجم العام الذي كان مقررا اليوم 9 دجنبر 2018 بالرباط بمقر الجامعة. ومن النقاط التي تم تداولها هي أشنا هما الأفق بناء على المستجدات التي طرحت. بعد المناقشة والتفاعل الإيجابي بين جل المتدخلين تم الاتفاق على تحديد جدول، على تحديد مدة زمنية لانطلاق المنافسة بانطلاق كأس العرش إن شاء الله وبعدها البطولة. وكنظن بأن هذه الوضعية التي تعيشها كرة السلة حاليا هي وضعية غير طبيعية ولا تشرف كرة السلة ولا الرياضة بالمغرب، نظرا لأن أسباب الخلافات المطروحة حاليا هي واهية جدا وما عندهاش ملامح واضحة. ارتأت كغيورين على كرة السلة بمعية مجموعة من الرؤساء الذين حضروا من العصب ورؤساء القسم الممتاز من أجل وجود مخرج مشرف لهذه العملية، وكانت من نوم الله أن جميع فرقاء كرة السلة تجمعوا مائدة واحدة للمصلحة العامة، لأنه في خدمة كرة السلة خدمة الرياضة الوطنية.